السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن إصابات الكدمات، هنتكلم عن الكدمات بشكل عام، هنتكلم على أنواع الكدمات، وكمان هنتكلم على فسيولوجية حدوث إصابة الكدمات، وهنتكلم عن الأسباب العامة للكدمات والأعراض للكدمات، وهنتكلم كمان على الإسعافات الأولية، وهندي بعض الأمثلة لإصابات الكدمات، وهنتكلم عن علاج وتأهيل إصابات الكدمات. عندنا 4 أنواع لإصابات الكدمات، هنتكلم على كل نوع بالتفصيل زي ما قلنا كده، وكمان ممكن نتكلم شوية تشريح شوية، وكنا اتكلمنا عن التشريح في محاضرة قبل كده، هتلاقيني سايبها لك في صندوق الوصف لو حابب ان انت ترجع لها علشان تكون فاهم احنا بنتكلم على ايه. وبرضو هحاول كده اقول شوية تشريح في قلب المحاضرة برضو علشان الناس اللي هي لسه اول مرة بتتابعنا، لان احنا ماشيين سلسلة من المحاضرات، فممكن تلاقينا بنكمل حاجات احنا بدأناها من فترة، فلازم أن تكون ملم بالمحاضرات ديت علشان تكون فاهم احنا بنتكلم على ايه. تمام، ندخل بقى في تفاصيل الموضوع علشان ما نطولش على الناس اكتر من كده. عندي اصابة الكدمات من الاصابات اللي هي بتواجه الرياضيين بشكل كبير جدا، لان اصابة الكدمة يا جماعة بمختلف انواعها، سواء بقى كدمة عضلات، كدمة عظام، او كدمة عصب او مفاصل، فانا عندي الشخص الرياضي ده بيتعرض لاصابة الكدم بنسبة كبيرة جدا. يعني ممكن مثلا لو الشخص ده بيتصاب 100 اصابة، ممكن الاقي مثلا 70 أو 80% أو 80 إصابة من 100 إصابة دول إصابات كدمات، سواء بقى كدمة في العضلة، كدمة في العظام، كدمة أعصاب مفاصل، أيا كان نوع الكدمة، بس هتلاقي إن 80 إصابة من 100 إصابة هي إصابات كدمات. طيب ليه؟ يعني ليه لما اللاعب مثلا بيتعرض لإصابات بلاقي إن أنا الإصابات الكتير عندي أو نسبة كبيرة من الإصابات هي إصابات كدمات؟ لأن أنا عندي اللاعب مهما اختلف النشاط الرياضي بتاعه، سواء بقى ده بيلعب كرة قدم، سواء ده بيلعب كرة سلة، سواء ده بيلعب مصارعة، سواء ده بيلعب ملاكمة، جودو، أيا كان نوع النشاط الرياضي اللي الشخص ده بيلعبه، فلازما ولابد إن النشاط ده لازما اللاعب يتعرض فيه لحاجة من دول، يا إما احتكاك، يا إما اصطدام، يا إما ضربات، يا إما سقوط. يعني مثلا لو بيلعب كرة ممكن يتعرض لتدخلات واحتكاكات من المنافس أو الزميل بتاعه، أو ممكن مثلا يتخبط في القائم مثلا. تمام، لو بيلعب مثلا ملاكمة بيتعرض لضربات، ممكن لكمات، تلاقي لكمة في عظام الوجه أو الكلام ده كله. تمام، لو بيلعب مثلا جودو او مصارعة، فممكن تلاقي ان في سقطات بتتعمل، فده معرض للسقوط. تمام، ده بخلاف طبعا الناس اللي هي مش رياضية، ممكن مثلا ده يتعرض لحادث، ممكن مثلا يتعرض ان هو حد يضربه مثلا، او ممكن يتعرض ليه ان هو يقع من مكان عالي او الكلام ده كله. فكل الاسباب دي في النهاية هترجع ليه، يا اما تدخلات، يا اما احتكاكات، يا اما اصطدامات. تمام، فانا عندي ايه اللي بيحصل بقى؟ عندي بيبدأ الدم يتجمع تحت سطح الجلد. طيب الدم ده زي ما قلت لك من شويه ان هو اللاعب بيتعرض لاصطدام، فالاصطدام ده بيعمل له، او التدخل ده بيعمل له، يعني بيعمل له تهتك في الاوعيه الدمويه اللي هي موجوده تحت الجلد مباشره. تمام، فلما بيحصل تهتك في الاوعيه الدمويه دي، فبالتالي بيبدأ يحصل نزيف، وده طبيعي. فانا عندي لما بيحصل نزيف الدم ده بيكون، يعني بيكون ماشي في مسار طبيعي بشكل طبيعي، فانا عندي لما بيحصل خلل بقى وبيحصل تهتك، الدم ده بيبدا يطلع من المسار الطبيعي بتاعه، فبالتالي بيبدا يظهر في شكل ورم عندي. حلو كده. طيب الكدمه بقى، يعني انا كده اعرف الكدمه ايه بطريقه علميه. مثلا انا عندي الكدمه كده عباره عن هرس للانسجه واعضاء الجسم عن طريق قوه خارجيه قويه بشكل مباشر او بشكل مفاجئ. تمام، طيب الكلام ده بيأثر ازاي او بيحصل ايه بالظبط؟ لما الجزء المصاب ده بيتعرض لتدخل او اصطدام، بيحصل ضغط وشد للاوعية الدموية اللي هي موجودة عندي تحت الجلد زي ما قلنا، فبيبدأ يحصل ايه بقى؟ فبيبدأ يحصل تكوين للدم، والدم اللي هو طلع من المسار الطبيعي بتاعه ده بيبدأ ان هو يتراكم بين الانسجة. تمام، انا عندي الانسجة بتاعتي، وطبعا انا هقول لك دلوقتي انواع الانسجة اللي موجودة في الجسم، فانا عندي بين الانسجة في تجويفات كده، فالدم اللي بيطلع ده بيبدأ يتراكم في الاماكن ديت. تمام، فبيبدأ لما بيتراكم في الاماكن ديت، انا زي ما انا قلت لك كده عندي النسيج، عندي 4 انواع في الجسم من الانسجة، عندي النسيج العضلي، وعندي النسيج العصبي، وعندي النسيج الدموي، النسيج الطلائي. تمام، زي ما قلت لك كده في البداية ان اصابة الكدم ديت بتحصل في العضلات او العظام مثلا، ممكن المفاصل، ممكن الاعصاب، فانا عندي طبعا كدمة العضلات ديت هي دي اللي بتحصل بشكل كبير جدا. وده ليه؟ ده بيرجع يا جماعة لان العضلة بتاعتي او العضلات في الجسم عموما
هي الحاجة أو هي الأداة أو هي الوسيلة المستخدمة في أداء النشاط الرياضي بتاعي أو أداء المجهود البدني اللي أنا بعمله ده. العضلات هي المسؤولة عن الأداء أو مسؤولة عن الحركة بتاعتي، تمام؟ طيب، كمان عندي العضلات دايما بتكون مكشوفة على عكس العظام. انا عندي العظام مثلا ممكن تلاقي عظام زي عظام الوجه مثلا تلاقيها مكشوفة يعني تحت الجلد مباشرة، فلما تيجي تاخد لكمة مثلا في الملاكمة فممكن يحصل لك كدمة في العظام. لكن مثلا لو جينا نشوف عظام الفخذ مثلا هنلاقي ان احنا عندنا عضلات في الفخذ، فالعضلات دي بتحمي شوية العظام، فانت لما بتاخد خبطة في العضلة الأمامية مثلا يعني الكدمة بتيجي في العضلة، لكن العظمة تحت العضلة محمية فما بتوصلهاش. فانت عشان توصل للعظمة ممكن مثلا حاجة قوية جدا اللي هو مثلا تعمل حادثة أو حاجة بقى أيا كان، ممكن مثلا تصاب بكسر مثلا أو كدمة أيا كان نوع الإصابة، بس لازم تدخل اللي هو تدخل قوي جدا. طيب، بيحصل عندي بقى هرثة أو تهتك في النسيج العضلي، وده بيكون يعني بيكون سطحي، تمام؟ وكمان بيعمل التهابات بقى ونزيف، وكمان بالتالي بقى يعني بيبدأ يحصل عندي ورم، وطبعا بيبدأ يظهر بقى في الجزء المصاب ده. يعني مش هنقف عند النقطة ديت لأن احنا هنتكلم فيها في الأعراض بقى والكلام ده كله، تمام؟ طيب، دلوقتي العضلات اللي بيحصل فيها يعني لما العضلة بتصاب بكدمة، تمام؟ بيحصل فيها ايه بقى؟ يعني عندي مثلا عضلات الفخذ وعضلات السمانة وعندي عضلات الساق، العضلات دي بيحصل فيها كدمات يعني بشكل كبير جدا، زي مثلا هنلاقي عندنا عظام الساق اللي هم القصبة والشظية، دول برضو من العظام اللي دايما بيحصل فيهم كدمات بنسبة كبيرة جدا، تمام؟ طيب، اللاعب بتاعي دلوقتي لو بيلعب كرة قدم او بيلعب سلة او بيلعب يعني اي لعبة جماعية، تمام؟ ممكن في الألعاب القتالية نتيجة مثلا إن أنا بيحصل عندي ضربات وبيحصل اصطدامات واحتكاكات زي ما أنا قلت لك، فدي كلها أسباب بتؤدي لحدوث الكدمات. كمان عندي عضلات الذراع والكتف برضو من العضلات اللي هم بيصابوا بالكدمات العضلية بشكل برضو يعني بيواجهنا بشكل كتير، تمام؟ لكن في بعض يعني بعض الأجزاء في الجسم بتصاب بإصابات، يعني أنت مثلا لما تيجي تتكلم يعني الإصابة دي ما بتواجه يعني مش بتواجهها بشكل كبير، وفي إصابات تانية أنت بتواجهها بشكل كبير جدا. يعني أنا مثلا ممكن واحد بيواجه إصابة كدمة العضلات الأمامية مثلا أو العضلات الخلفية يعني بنسبة مثلا 90%، واحد تاني بيواجه مثلا إصابات كدمة مثلا الذراع أو الكتف مثلا، لو بتختلف برضو على حسب نوع النشاط. يعني مثلا ده شغال مع فرقة كرة قدم، ده شغال مثلا مع فرقة كرة يد، ده شغال مثلا مصارعة، ده شغال مع ملاكمة، ده شغال في المركز فبيقابل كله، فهي بتختلف على حسب نوع النشاط. الإصابات بتختلف على حسب نوع النشاط، تمام؟ ده من يعني من حيث نقطة الأكثر شيوعا والكلام ده. طيب، إيه هي بقى أسباب الإصابات أو إيه هي الأسباب اللي بتؤدي لحدوث الإصابة الكدمات، تمام؟ خصوصا بقى الكدمات العضلية. يعني إحنا هنبدأ كلامنا بإصابات الكدمة العضلية، تمام؟ أو كدم العضلات أول حاجة، وده سبب أساسي ورئيسي اللي هو بعد كده الباقي ناتج عنه. يعني بمعنى إيه؟ أنا دلوقتي حصل اصطدام أو تدخل مباشر أو أيا كان نوع السبب اللي هيحصل دلوقتي، مثلا لو واحد عمل حادثة أو واحد عمل مثلا وقع من مكان عالي أو أيا كان، الحاجات دي كلها هتلاقي في النهاية حصلت يا إما بسبب اصطدام يا إما بسبب احتكاك يا إما بسبب سقوط أو بسبب ضربة، تمام؟ طيب، نيجي بقى للأعراض بتاعت إصابات الكدمات، تمام؟ عندي أول حاجة بتحصل وهي دي الحاجة يعني اللي كلنا متوقعينها وهي ألم، يعني في وجع في المكان ده. طيب، الألم ده بيحصل ليه أو الوجع ده بيحصل ليه؟ أنا عندي يا جماعة حاجة اسمها الجهاز العصبي العضلي، وعندي الجهاز العصبي العضلي ده هو اللي بيتحكم في حركة أعضاء جسمي. طيب، دلوقتي عندي الجهاز العضلي العصبي ده بيتكون من ايه؟ انا عندي بيتكون من حاجتين، عندي بيتكون من اعصاب حركية وعندي اعصاب حسية. عندي الاعصاب الحركية ديت هي دي اللي مسؤولة ان هي تاخد الاوامر من الجهاز العصبي وتوصلها للعضلة بتاعتي، تمام؟ طيب، عندي الاعصاب الحسية دي بقى دي المسؤولة عن ان هي بتنقل الاحساس اللي انا حاسه بتنقله من العضلة للجهاز العصبي. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي لو انت خدت لكمة او خدت كدمة في العضلة فالمفروض انت بتحس بوجع، فالوجع ده انت بتحس بيه بعد ما الجهاز العصبي بتاعك ده او الاعصاب اللي هي الحسية بعتت اشارة بان فيه هنا مشكلة، فبالتالي انت بدأت تحس بالوجع، تمام؟
فيعني عندي مثلا لما بيحصل الاصطدام بقى وبناء عليه بيحصل لي هرس في الانسجه بتاعتي، بيوصل اشاره للمخ على طول عن طريق الاعصاب اللي هي زي ما قلت لك دلوقتي كده الاعصاب الحسيه ان في مشكله هنا، فبالتالي ببدا احس بالالم. تمام. طيب دلوقتي خلاص الالم خلصنا منه، نيجي بقى لتاني نقطه وهي الورم. انا عندي يا جماعه الورم بيحصل نتيجه النزيف، يعني انا عندي اول ما تعرضت للاصطدام وحصل هرسه او تهتك للانسجه بتاعتي والاوعيه الدمويه، فبالتالي بدا يحصل نزيف. تمام. طيب بيحصل زي تمزق كده في سطح النسيج العضلي. تمام. ممكن تقول عليه تمزق، ممكن تقول عليه هرس، تهتك، ايا كان المسمى بتاعه، هو في النهايه بيؤدي لحدوث النزيف. وهو كمان يا جماعه عشان برضو الناس تكون فاهمه، هو ممكن يحصل تمزق في السطح الخارجي. تمام. بيكون بشكل بسيط يعني. عندي كمان اللي هو لما بيحصل نزيف بقى الدم بيبدأ يخرج من المسار الطبيعي بتاعه زي ما انا قلت لك، فبالتالي بيظهر عندي الورم في العضلة اللي هي مصابة. طيب نيجي بقى لرقم 3 وهو تغير لون الجلد. وهنا نركز يا جماعة لان اللون اللي هو بتاع الجلد ده بيتغير على حسب نوع النزيف بتاعي. فمثلا انا عندي النزيف له انواع، يعني ممكن يبقى نزيف دموي، نزيف لمفاوي، على حسب بقى نوع النزيف بتاعي بيبدا اللون بتاع الجلد يتغير. تمام. فانا عندي في الكدمات لون الجلد بيمر بحوالي يعني 5 مراحل او 5 الوان. يعني عندي مثلا في البدايه بعد ما اللاعب بتاعي بيتعرض لاصابه الكدمه على طول، بلاقي مثلا ان الجزء المصاب ده بدا ان هو ياخد اللون الاحمر، او الجلد بتاعي بدا ان هو يحمر شويه، بعدين بيدخل في مرحله تانية وهي اللي هو لون يعني ازرق قاتم. فبتلاقي ان بعد كده اللون بتاعك يعني ممكن تلاقيه مثلا واخد بنفسجي شويه كده، وبعدين بيبدا ان هو ياخد يعني اخضر شويه كده، وبعد كده بيوصل للون الاصفر. وطبعا بيكون الاصفر ده مش اللون الطبيعي اللي هو بتاع الجلد بتاعي، لا هو بيكون اصفر شاحب شويه لحد ما بيوصل بقى ليه اللون الطبيعي بتاعي. وبكده هو يعني في ناس مثلا تقول لك ايه ده، ده انا ايدي ازرق، ده كانت حمرا، ده انا مش عارف ايه، ده شكلها بقى يخوف، ده لا ده انا كده في ايه. لا يا جماعه اطمنوا خالص، هي ديت مراحل الشفاء لحد ما يرجع تاني او ترجع تاني الجزء ده للون الاصفر او لون الجلد الطبيعي بتاعي. تمام. طيب مده الشفاء دي ممكن تاخد مثلا من اسبوع لاسبوعين على حسب درجه وشده الكدمه، وفي بعض الاحيان كمان ممكن تلاقيها مثلا من يومين لثلاث ايام، فهي على حسب شده الكدمه. ممكن تبقى احنا قلنا ان الكدمات درجات، او هي الاصابات عموما درجات وليها تصنيفات، اللي هو مثلا درجه اولى ثانيه ثالثه، وتصنيفاتها مثلا بسيطه متوسطه جديده، على حسب بقى انت هتسميها ازاي، فعلى حسب بنحدد مده الشفاء، او هي مده الشفاء بتحدد على حسب كده يعني. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا وهي إسعافات الكدمات، أو إسعافات أو يعني كدمات العضلات، أو الإجراء الفوري اللي أنت لازم تعمله أو لازم ناخده أول ما اللاعب بتاعي يصاب علشان نمنع تفاقم الإصابة. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده، ودي يا جماعة مهمة جدا، وهي إسعافات الكدمات. ليه النقطة دي مهمة؟ لأن يا جماعة إسعافات الكدمات دي يعني أنا شخصيا بصنفها المرحلة الأولى من العلاج بتاعي. ليه بقى؟ لأن أنا دلوقتي طالما عملت الإسعافات بشكل صح وبشكل كويس، كده أنا وفرت عليا في العلاج حاجات كتير جدا، وكمان مدة شفاء اللاعب بقى إن هو يرجع الملعب تاني كده هتاخد الوقت اللي هو الطبيعي بتاعه، يعني مش هيزود معايا وقت لو انا عملت الاسعافات غلط. تمام. ليه بقى؟ لان مثلا هيحصل تورم، فبالتالي هيحصل الم شديد، فانا ما اقدرش اشتغل مع اللاعب علاج او تاهيل الا ما الالم ده يزيق يعني يختفي. تمام. او يقل على الاقل بنسبه مثلا 80% او حاجه. فانت لما تشتغل معاه اسعافات اوليه صح، انت هتاخد بدل ما اللاعب ده هياخد الالم بتاعه ده مثلا او الورم ده ياخد معاه مثلا اسبوع، لا لو اشتغلت معاه صح هياخد مثلا يومين او ثلاثه، فانت بتوفر في الوقت وبتعجل من عوده اللاعب. عشان كده انا بعتبرها النقطه الاولى في العلاج بتاع اللاعب، ولازم أن تكون انت ملم بيها بشكل كويس جدا. تمام. طيب انا عندي بقى ايه هو الاسعاف الاول اللي انا بعمله اول ما اللاعب بتاعي بيتصاب. طبعا الاول خليني اقول لك ان الاسعافات الاولانيه دي حاجه علشان تمنع بيها تفاقم الاصابه، لان ممكن يحصل مضاعفات وهنتكلم عن المضاعفات ديت. بس الاول خليني اقول لك الاسعافات العامه وكلنا عارفينها، وهي الراحه والايس اللي هو التبريد او التلج، وعندنا كمان التثبيت، وعندنا الرفع. ممكن نقول زي ما يعني ممكن نجمعها في كلمه رايس، فما فيش مشكله خالص يعني، لان كان في ناس برضو في المحاضره قبل كده قالت لي ممكن نجمعها في كلمه غيظ، فعادي جدا يا جماعه.
طب كلام جميل خالص. انا عندي الراحه وهي ان يعني هطلع اللاعب بتاعي بره، يعني هو بيأدي مثلا ماتش كوره هبدا ان انا اطلعه بره لو الكدمه قويه، لكن مثلا لو حاجه بسيطه ممكن ان انا ارش له سبراي وهو يكمل الماتش عادي مفيش مشكله، لكن خلاص هي الكدمه يعني مثلا متوسطه او شديده وخلاص انا استقريت ان انا هطلع اللاعب بتاعي لان هو مش قادر ان هو يكمل. تمام، فببدا ان انا احط اللاعب بتاعي في وضع مريح، اهم حاجه يكون مش حاسس باي ضغط او مش حاسس بالراحه، لا لازم يكون هو مرتاح كويس، لازم يكون جسمه في وضع مريح جدا للشخص المصاب ده. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده وهو الايس او التبريد او التلج، يعني قول عليه زي ما انت عايز. ما بحطش تلج يا جماعة بشكل مباشر على مكان الاصابة، تمام؟ الاول بغلفه بحاجة كده وببدأ ان انا اعمل الكمادات تلج، وكمان ببدأ ان انا استخدم التلج ده على حسب شدة الاصابة، على حسب الالم اللي اللاعب بتاعي حاسس بيه، ممكن مثلا استخدمه من 10 ل 15 دقيقة يعني. تمام، باجي بعد كده بقى بعمل حاجة اسمها تثبيت. طيب التثبيت ده بستخدم فيه ايه؟ بستخدم فيه مثلا الرباط الضاغط. طيب التثبيت ده بيهدف لايه او انا بستخدمه ليه اصلا؟ علشان مثلا يا جماعة بعض الاحيان تضغط بيه المكان اللي هو المصاب ده عشان لو في ورم او الكلام ده كله، وفي بعض الاحيان مثلا لو انا عندي اللاعب بتاعي مثلا عارف ان هو ما بيسمعش الكلام بيتحرك كتير الكلام ده كله، فبثبت له المفصل مثلا او بعمل له تثبيت علشان اقلل من الحركة بتاعته، فعلشان انا عارف ان هو مش هيسمع الكلام وكده. وهي في بعض الاصابات بتكون محتاجة راحة خصوصا لو في الاصابة في المفصل والكلام ده. تمام، طيب دلوقتي انا عندي لما بعمل الرباط الضغط كمان بيقلل لي من الارتشاح اللي ممكن يحصل. واخر حاجة يا جماعة هي ان انا ببدأ ارفع الجزء المصاب ده في مستوى الجسم، او ممكن ان انا ارفعه اعلى من مستوى الجسم بحاجة بسيطة، مش يعني ما برفعوش اللي هو عالي قوي، تمام، لا انا برفعه اللي هو حاجة في مستوى القلب كده. تمام، طيب دلوقتي عايزين مثال عملي بقى لإصابة كدمة العضلات ازاي تعامل معاها. تمام، سواء مثلا في تشخيص الإصابة وتوضيح برضو، لان التشخيص ده دور الطبيب، المقصود هنا ان انا برجح الإصابة ايه علشان اعمل الإسعافات اللازمة بتاعتها. تمام، يعني انا مثلا عندي إصابة تقلص عضلي، ينفع انزل مثلا اخد تلج وانزل اعمل له إسعافات إصابة تمزق مثلا او اي إصابة تانية؟ لا طبعا ما ينفعش. تمام، فعشان كده انا لازما المقصود بالتشخيص هنا ان انا احدد الإصابة اللي قدامي ديت يعني هي إصابة ايه. تمام، يعني مثلا لو عندي إصابة أعصاب ينفع أخد تلج وانزله؟ ما ينفعش. فأنت تحدد الإصابة إيه عشان تعرف تتعامل معاها صح. مش بقولك إن أنت شرح بقى وشوف الأشعة وحدد له بقى ده أنت عندك كذا واعمل كذا، لا ده كله يا جماعة دور الطبيب المعالج. تمام، نرجع بقى للكدمات عشان ما ندخلش في قصة احنا مش محتاجينها دلوقتي. عندي مثلا لاعب اتعرض لكدمة في عضلة الفخذ، ببدأ يعني اللاعب بتاعي ده لما بيتعرض للاصطدام او تدخل او ايا كان، بنزل او بروح له بقى عشان اشوف في ايه بالظبط. المفروض ان انا وانا قاعد بره ببقى انا مركز مع اللاعبة بتاعتي، اشوف الخبطات اللاعبة بتاعتي بتتخبط ازاي، بتتخبط فين، مثلا اللعيب لما بيطلع جامب بينزل ازاي، اللعيب لما بيعمل تاكلينج، الكلام ده كله يا جماعة لازم انا ابقى انا قاعد مركز علشان لما اللعيب بتاعي يقع او يتخبط والكلام ده كله ابقى انا نازل وانا عارف هو اتخبط فين وعنده ايه والكلام ده كله. تمام، لكن لسه هتنزل تسأله انت اتخبطت فين، اتخبطت ازاي، طب حاسس بوجع فين، الكلام ده كله، فانت هتاخد وقت طويل، فالحكم مش هيسمح لك بكده. يعني ممكن لو انت في التمرين نقول ماشي مش مشكله في التمرين تاخد وقتك براحتك عادي، لكن انت في الماتشات حاجه والتمرين حاجه تانية، تلاقي الحكم بيقول لك خده واطلعه بره ولما يتعالج يبقى ينزل تاني مفيش مشكله. تمام، كمان اصلا اللاعب نفسه انت لما تيجي تساله اتخبطت ازاي او ايه اللي حصل، هو اللاعب نفسه مش هيبقى مجمع، يعني مش فاكر اصلا ايه اللي حصل. تمام، يعني مش هيفيدك برضه، يعني انت حتى كمان لو جيت تسأله انت اتخبطت ازاي هو مش فاكر اصلا. تمام، فانت لازم تكون قاعد مركز. طيب دلوقتي اللاعب بتاعي اتعرض للاصطدام خلاص ورحت له، ببدأ الاحظ مثلا او اشوف الشكل، وكمان ببدأ بقى اشوف هل مثلا في نزيف، ببدأ يعني لو في نزيف هيظهر لي ورم، تمام، وكمان لون الجلد هيبدأ ان هو يتغير ده لو في نزيف يعني. وكمان طبعا يعني انا شرحت لك في بداية المحاضرة النزيف والورم والكلام ده كله بيحصل ازاي. تمام، طيب دلوقتي ممكن مثلا اسال اللاعب بتاعي انت حاسس بوجع ليه بقى؟ لان انا ممكن مثلا يكون حاسس بوجع بسيط
في الحاله ديت ممكن ان انا اروش له سبراي ويكمل عادي، ممكن يكون حاسس بوجع بس يقول لي مثلا الوجع انا مثلا ممكن اكمل عادي، وفي حالات تانية يقول لك لا ده انا الوجع مش قادر ان انا اكمل خالص. تمام، فانت بناء على درجه الوجع، وكمان مثلا حد هيقول لي طب ما هو ممكن مثلا يكون حاسس بوجع جامد بس عشان مش عايز يطلع هيقول لك لا ده انا مش حاسس بوجع، لا انت بتعمل له اختبارات والكلام ده كله، لو في وجع بيبان معاك. تمام، طيب دلوقتي بتبدأ تسأل اللاعب بتاعك تحسس بوجع او بحاسس بألم، هتبدأ مثلا تقول له حرك كده العضلة، اعمل لها انقباض علشان تبدأ ان انت تشوف، او حرك العضلة علشان تشوف انت المدى الحركي بتاعه فيه صعوبة ولا لا. تمام، كمان ببدأ ألاحظ درجة الحرارة هل مرتفعة ولا لا. طبعا درجة الحرارة لما بتبقى مرتفعة ده بيدل على وجود إصابة في المكان ده، يعني أي إصابة من الإصابات الرياضية هتلاقيها مصاحبة ليها ارتفاع في درجة حرارة الجزء المصاب ده أو العضو المصاب ده. كمان ممكن مثلا لو أنا يعني أنا بصيت وشفت والكلام ده كله ومش قادر إن أنا أحدد، ممكن إن أنا أعمل حاجة اسمها مقارنة تشريحية، اللي هو بشوف العضلتين، هو مثلا مصاب في العضلة الأمامية، بشوف العضلة الأمامية في الرجل السليمة والرجل المصابة وأعمل كده مقارنة بينهم الاتنين أشوف هل في اختلاف ولا لأ. تمام، ودي يا جماعه الحاجات اللي انا بناء عليها ببدا ان انا احدد شده الاصابه، اللي هي ايه بقى، اللي هي الالتهابات، درجه الالتهابات اللي هي مثلا كميه النزيف، عندي كمان شده الالم والمدى الحركي وارتفاع درجه الحراره. ببدا اشوف اللاعب بتاعي، هبدا اشوف مثلا الاعراض ديت هتحدد لي حاجات كتير زي مثلا نوع الاصابه ايه، ما ممكن مثلا تكون حاجه غير الكدمه، يعني ممكن تكون الاصابه هو اتخبط وممكن يعني مش شرط ان هي تكون كدمة، ممكن تكون حاجة تانية غير الكدمة، فانا هلاقي اعراض تانية مع الاعراض ديت على حسب الاصابة. تمام، كمان هتحدد لي بقى اللاعب ده هيكمل ولا اصابته بسيطة زي ما قلت لك هياخد مثلا سبراي ولا الكلام ده. تمام، لان ممكن يحصل مضاعفات، يعني مثلا دلوقتي لو اللاعب عنده تمزق وانا مثلا فكرتها كدمة، طب ما التمزق ده هيزيد بدل ما هو تمزق جزئي او من الدرجة الاولى مثلا هيبقى تانية لحد ما يكبر 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 ويسبب لنا مضاعفات، بدل اللاعب ما كان هياخد مثلا اسبوعين هياخد 3 و4 و5. تمام، فانت كل ده بيفرق جدا في الاسعافات الاولية بتاعتك او في طريقة العلاج الصح اللي انت بتقدمه. تمام، طيب دلوقتي عندي مثلا زي ما قلت لك هنلاقي ان اللاعب بيبدأ ان هو يشعر بالألم في المنطقة المصابة، وكمان بقى كل ما بضغط بإيدي كده، يعني هو كل ما بضغط بإيدي على المكان اللي فيه كدمة هو بيبدأ الوجع بتاعه بيزيد. تمام، هتلاقي ان اللاعب ما عندوش القدرة على الحركة بتاعته، يعني مثلا لون الجلد بدأ ان هو يتغير زي ما قلت لك، هيبدأ يحصل تجمع دموي في التجويف اللي بين الأنسجة. طبعا كل ده على حسب شدة الإصابة، يعني هي مش نفس الدرجة، يعني الدرجة البسيطة غير المتوسطة غير الدرجة الشديدة. طيب إيه هي المضاعفات؟ يعني عندك ممكن مثلا اللاعب بتاعي لو أنا أهملت الإصابة بتاعته أو اتعاملت معاها بشكل غلط بيبقى فيه مضاعفات. تمام، يعني حتى كمان المضاعفات في حاجة أنا كنت قرأتها قبل كده في كتاب، إن إصابات الكدمات من المضاعفات بتاعتها او الاعراض الجانبيه بتاعتها ان انا لما بعمل اصابات غلط بيحصل لي حاجه غريبه جدا بالنسبه لي انا لما قراتها، يعني ما كنتش مستوعبها. بيقول لك ان بيحصل ضمور في العضلات لو انا ما عملتش الاسعافات الاوليه لاصابه الكدمات بشكل صح. يعني انا حتى كمان يا جماعه كلمه ضمور عضلات ديت يعني دي اصابه يعني خطيره جدا. تمام، يعني انا مش متوقع نهائي ان اهمال او الاخطاء في الاسعافات الاوليه للكدمات تعمل لي ضمور في العضلات. فلو في حد اتعامل مع حالة أصيبت بالكدمة وبعد كده اتحولت معاه لضمور عضلات يعني يا ريت يبلغني، لأن أنا بصراحة الكلام ده يعني مش هقول لك ما واجهنيش في الحياة العملية، لأ ده كمان أنا يعني ما قرأتوش في المصادر كلها، يعني أنا ده مصدر وحيد بس من جميع المصادر اللي أنا قرأت فيها هو ده المصدر الوحيد اللي قال كده، قال إن إصابة كدمة العضلات لو أنا اتعاملت معاها في الإسعافات الأولية بشكل غلط بيحصل لي ضمور في العضلات. هو أكيد يقصد فيه مرحلة مثلا إصابة الكدمة من الدرجة الشديدة، بس برضو أيا كانت نوع الإصابة الكدمة فبصراحة كلمة ضمور العضلات أنا شايفها إصابة كبيرة جدا على الكدمات، فلو في حد اتعامل معاها يا ريت يبلغني. تمام، كمان عندي ممكن تجمعات دموية بين الأنسجة. تمام، ودي بقى يعني بتحصل بسبب النزيف اللي بيحصل والكلام ده كله، والنقطة دي يعني أنا ما عنديش مشكلة فيها. تمام، لكن موضوع ضمور العضلات ده صعب زي ما أنا قلت لك، فلو حد يا جماعة بيسمعنا وقابل أو قابله لعيب حصل معاه ضمور عضلات بسبب إهمال الكدمة يعني يا ريت يبلغنا. فاحنا مش هنقف عند الموضوع ده، احنا خلاص نزلنا وشفنا اللاعب بتاعنا، شفنا عنده ايه، خلاص عنده كدمة في عضلة الفخذ مثلا، هتعامل معاه ازاي بقى؟
تمام، يعني ايه الاسعافات الاوليه بقى؟ اللعيب بتاعنا نزلته وخلاص لقيته عنده كدمه، فبقى اعمل له اسعافات اوليه. تمام خلاص يا جماعه، لو اللاعب بتاع الاصابه بتاعته بسيطه ممكن مثلا ارش له سبراي ويكمل عادي مفيش مشكله. تمام لكن دلوقتي بقى انا خلاص اللاعب بتاعي مش هيكمل، هبدا ان انا اطلع اللاعب من الملعب، هبدا ان انا استخدم بقى التلج على حسب شده الالم بتاعي. يعني مثلا ممكن ابدا استخدمه 10 دقائق مثلا، تمام، وببدا استخدم التلج طبعا عندي من اول 24 ساعه لحد 48 ساعه، اللي هو اول يوم واول اول يومين للاصابه. في بعض الاصابات او بعض درجات الاصابات بتكون اصابات شديده، فببدا احتاج ان انا استخدم التلج ليه بيمتد معايا لحد 72 ساعه، اللي هو اول 3 ايام للاصابه. فدي بقدر ان انا احددها على حسب الحاله اللي قدامي. طيب التلج ده ممكن مثلا ان انا استخدمه 10 ل 15 دقيقة، يعني ممكن مثلا يوصل معايا ل 20 دقيقة. طيب انا ببدأ استخدمه ازاي؟ يعني مثلا تلاقي حالة بتستخدم التلج مثلا 8 دقايق، واحد تاني استخدمه 10 دقايق، واحد تاني 15، واحد يعني رابع يستخدمه 20 دقيقة. فده انا برضو بحدده على حسب درجة الألم وشدة الإصابة اللي موجودة معايا. فانا ما اقدرش اقول لك في كل حالة مثلا تحط التلج مثلا 10 دقايق، ما اقدرش اقول لك كده، لان كل اصابه بتختلف عن الاصابه التانية. تمام، فانت الاصابه قدامك وانت هتكون ادرى بيها، فهتبدا تحط التلج على حسب بقى الحاله اللي قدامك هي محتاجه ايه وانت بتتعامل معاها. تمام، طيب التلج ده يا جماعه علشان اوقف النزيف الداخلي، وبستخدم التلج من وقت الاصابه زي ما قلت لك كده، من بعد الاصابه مباشره لحد 48 ساعه، وفي بعض الحالات 72 ساعه مفيش مشكله زي ما قلنا من شويه. طيب ببدأ بعد كده ألف العضلة بالرباط ضاغط، وأهم حاجة إن أنا العضلة المصابة اللي هي العضلة الأمامية دي تكون يعني في وضع راحة، يعني محملش عليها، ما أعملش عليها مجهود، الكلام ده كله علشان ما أحسش بوجع. لازم تكون العضلة في شكل أو في صورة راحة، وتكون في وضعها التشريح الطبيعي بتاعها ومحملش عليها. نيجي بقى لعلاج وتأهيل إصابة كدمة عضلة الفخذ او كدمات العضلات عموما. انا عندي مرحله العلاج بتبدا من اول الاصابه اللي هي الاسعافات الاوليه زي ما قلت لك، او زي ما شرحنا من شويه، ان انا بستخدم التلج علشان بيعمل قلنا فوائد التلج ايه، اللي هو مثلا بيقلل، هو مش بيمنع النزيف او الكلام ده كله، لا هو بيقلل انسكاب الدم. تمام، فبالتالي لما بيقلل الدم اللي جاي بالتالي الورم بيبدأ يهدى شوية، كمان بيكون في وجع، فهو التلج بيخدر أو بيقلل الألم اللي موجود في مكان الإصابة ده، لأن في ناس بتقولك هو بيمنع النزيف، هو بيقولك بيوقف النزيف. تمام، فأنت عندك دلوقتي هو كده كده أصلا الدم ماشي مفيش مشكلة، فأنا دلوقتي هو لو بيمنع زي ما الناس بتقول، أنا عندي مثلا إصابة في العضلة الأمامية، طب ما انا محتاج الدم يوصل للحاجات، يعني مثلا مفصل الركبه، وعندي كده بعد كده الساق، وعندي بعد كده رسغ القدم والكلام ده كله، فانا محتاج الدم يوصل للاماكن ديت. فانا لما استخدم التلج على العضله الاماميه ويمنع النزيف زي ما الناس بتقول، طب الدم هيوصل للاماكن دي ازاي؟ هو بيقلل فقط مش بيمنع. تمام، طيب دلوقتي بقى استخدمنا التلج زي ما قلنا في اول مثلا 48 ساعه مثلا من 4 ل 5 مرات. تمام، ببدأ ان انا من اليوم الثالث بقى ببدأ استخدم التدفئة او الكمادات الساخنة، لان التدفئة يا جماعة بتأثر على النسيج المصاب، وكمان يعني بتحسن الدورة الدموية في الجزء المصاب ده، كمان بتزود التمثيل الغذائي. يعني بعد كده او هي بتعمل ايه الكمادات الساخنة ديت؟ بتوسع الشرايين، الشرايين اللي هي مسؤولة عن التغذية. تمام، التغذية اللي هي يعني تغذية الجزء المصاب او العضلة ديت. تمام، يعني الشرايين مسؤولة عن تغذية مثلا العضلات، فالمكان اللي انت بتحط عليه المياه الدافية ديت بتعمل على تنشيط الدورة الدموية فيه، بتعمل على يعني بيوسع لك كده الشرايين علشان تزود معاك التغذية والتمثيل الغذائي والكلام ده كله. اهم حاجة ان انا استخدم التدفئة بعد المرحلة الحادة من الاصابة، اللي هي زي ما قلت لك من 24 ل 48 ساعة، وفي بعض الحالات بتوصل معايا ل 72 ساعة. تمام كده، طيب ببدأ استخدم مراهم مضادة للالتهابات ومسكنة للألم، وده طبعا باستشارة الطبيب المعالج، او كده كده المفروض يعني المفروض يكون معاك طبيب في قلب الجهاز الطبي بتاعك في الفرقة.
فبتبدأ أو هو اللي بيبدأ يحدد المراهم والأدوية اللي هي مسكنات والكلام ده كله، تمام؟ ببدأ أستخدم التدليك أعلى وأسفل المكان المصاب، وكمان ببدأ إن أنا أنفذ البرنامج التأهيلي بتاعي في حدود الألم. يعني ما ينفعش يكون اللاعب حاسس بألم وهو بيعمل التمرين، ده غلط، ده كده اللاعب بتاعي مش هيخف، لا أنت كده بتزود الإصابة بتاعته، تمام؟ أنت كده بتعمل تفاقم للإصابة بتاعته، فأنت لازم البرنامج التأهيلي بتاعك يكون في حدود الألم، ما ينفعش يكون البرنامج التأهيلي يعني في واللاعب بتاعك حاسس بألم. وعشان كده انا قلت لك ان انا ببدأ البرنامج التأهيلي بعد ما الألم بتاع اللاعب بتاعي يعني بيقل بنسبة مثلا 70% او 80%، تمام؟ كمان ببدأ ادي اللاعب بتاعي التمرينات في حدود الألم زي ما قلت لك، زي مثلا الجري الخفيف، بيبدأ يجري مثلا حوالين الملعب 10 دقايق ولا حاجة، جري خفيف كده لحد حدود الألم. وكمان عندي تمرينات للمدى الحركي، وهنتكلم عن التأهيل بالتفصيل في محاضرات أو في ورشة العمل الخاصة بالتأهيل، وهندي بعض يعني أمثلة على التمارين بقى بتاعة التأهيل للإصابات كلها.